بمنتهى الأمانة يا جماعة، أكتر حاجة تزعل الواحد لما يبقى عامل نفسه أو عامل حسابه إن هو يطلع سفرية وما يسافرش. الحمد لله إني ما كسفتش نفسي قدامكم. أنا بيني وبينكم كنت عامل حسابي إن أنا أعمل لكم مفاجأة، وهو ده اللي أنا عملته. قلت يوم الحد، نزلت الفيديو الأخير يوم السبت، قلت مرضاش ما نزلوش يوم الحد لأن أنا يوم الحد مش هبقى فاضي. يوم الحد وادخل على الموقع بتاع مصر للطيران وأقلب في التذاكر ومش هنفع أروح لأبو سمبل دايركت، وقلت هاخد طيران لأسوان يوم الحد بالليل وانزل واخد أتوبيس واروح على أبو سمبل واصور لكم شعامد الشمس على معبد أبو سمبل في قدس الأقداس أو معبد رمسيس الثاني، المعبد الكبير هناك في أبو سمبل، بحس ان يبقى الموضوع مفاجأة، ومنه ان انا ابقى بصور هناك بعد كده معبد ابو سمبل، واطلع على اسوان واصور فيلة واصور المعابد الكرنك والاقصر والكباش، واروح عفوا ده في الاقصر، واروح البر الغربي، وقلت هروح الدير البحري ومش هسيب مكان الا ما هروحه. واذ فجأة تلاقوا لازم في الشغل يطلع يا جماعة حاجة، سبحان الله، هي فعلا اللي بوظت لي الدنيا كلها. لكن اوعدكم بجد، هو حصل معايا دروب، هو اللي منعني بشكل جامد جدا، هو اللي منعني. النهارده بتكلم معاكم زي ما احنا شايفين، النهارده يوم 22 اكتوبر 2018، وحصل تعامد الشمس على قدس الاقداس على وجه الملك العظيم رمسيس الثاني. كل الناس عارفة معلومات وعندها معلومات بالشكل دوت، لكن في نقطة مهمة جدا مع ناس كتيرة أو معظم الناس ما عندهاش أي معلومة بتخص تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بكم في القناة ومنوريني دايما. طبعا النهاردة زي ما احنا شفنا وتسجل اللي مش جديد واللي احنا بنشوفه دايما في 22 اكتوبر و 22 فبراير من كل سنة، تعامد الشمس على قدس الاقداس داخل معبد رمسيس الثاني الملك العظيم رعمس وميري امون، واللي هو بيبين مدى براعة القدماء المصريين في علم الفلك. وسبق وعملت فيديو مطول هتلاقوه عندكم في القناة عن براعة المصريين القدماء في علم الفلك والكوسمولوجي. النهاردة بتكلم زي ما انتوا عارفين ان احنا في المعبد بتتعامد الشمس والاف السياح، حتى انا لو كنت صورت الموضوع كان اختلف تماما، لكن انا انتوا شفتوه 100 مرة والف مرة تعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني جوه قدس الاقداس. لكن في نقطة مهمة غايبة عن كتير من الناس، مين اول واحد او اول حد وثق التعامد ده واظهره للعالم؟ كانت كاتبة عظيمة جدا وباحثة رائعة جدا اسمها إيميليا إدواردز. إيميليا إدواردز دي بريطانية، كانت اتولدت في سنة 1831 وماتت تقريبا 1892. الست دي بيعود لها الفضل بجد يا جماعة، بيعود لها الفضل في المساهمة في السياحة في مصر بشكل كبير جدا. لما إيميليا إدواردز كانت كاتبة بريطانية وروائية وباحثة ومستكشفة، وعملت قبل كده كتاب عن الرحلات، وراحت هي وصديق ليها في فرنسا علشان تشارك في الرسم الكروكي في فرنسا، إلا إن هي لما راحت هناك الدنيا أمطار غير طبيعية، المطر يقف مش عايز يقف، المطر مش عايز يقف خالص، اتعكننوا قالوا احنا ناخد بعضنا ونروح مكان في شمس. يعني ما كانش في دماغها اصلا ان هي تيجي مصر، ولا في دماغها اصلا الاثار في مصر خالص، ولكنها بتتميز بحاجه دونا عن كل الناس، عندها قدره غير طبيعيه في سرد الامور وسرد الاحداث بشكل كانك بتتعايش فعلا بالظبط مع الواقع اللي هي بتكتبه. انت بدون مبالغه الكاتبه دي هي تقدروا تقولوا اكتر حد انا قريت له، هي طبعا وتشارلز ديكنز يعني، بس اكتر حد انا قريت له في حياتي بيخليك تتعايش مع الموقف والاحداث. فهي قرروا هي وصديقها ان هم يروحوا منطقه شمسيه او بلد فيها شمس، فكانوا محتارين ما بين مالطا ودوله عربيه شقيقه بدون ما اذكر اسمها ومصر، فوقع اختيارهم على ان هم يروحوا القاهره، يعني اصلا ما كانش في دماغهم ان هم يروحوا الجنوب. خدوا البحر ونزلوا على اسكندريه
ومن اسكندرية ابتدوا يجوا على القاهرة. الجميل بقى ان هي عملت كتاب اسمه رحلة الالف ميل. الكتاب ده عمل كمية مبيعات خرافية على مر التاريخ من 1876 لحد يومنا هذا. يعني هي جت في 1873 والكتاب أصدر في 1876 وكان سبب في مجيء آلاف المصريين، وهي اللي تقدروا تقولوا وثقت. بداية لما بتتكلم عن القاهرة بتتكلم عن الأهرامات، وشوفوا هي بتتكلم بتقولك إن منظر الأهرامات أول ما بتشوفه للنظرة الأولى كأنك بتشاهد جبال الألب. وبالرغم من ان الاحجار السطحيه كلنا عرفنا ان العرب كانوا كسروا القشره الخارجيه للهرم وبنوا بيها القصور بتاعتهم، الا انك لما برضو تشوف الهرم كالتالي تحس ان المصريين القدماء لسه ما خلصوش بناه وكانهم سابوه بالليل وجايين الصبح علشان يبنوه. بتتكلم على مسجد السلطان حسن وعلى مدى البراعة والنقوش، وبالصدفة ان هي كانت في الوقت ده وهي في القاهرة وقت وجود المحمل، المحمل اللي بياخد كسوة الكعبة ويروح الكعبة المشرفة ويروح بيها. وبتوصف كل واحد سواء من الحرس سواء من الطرق الصوفية، لدرجة ان هي في كلامها بتتحدث بتقول وكان احد اصحاب الطرق الصوفية بتقعد تسأل وتستفسر، أروبة ما بتسيبش حاجة، في حالة ذكر كتبها كده حرفيا في النسخة كأنه في حالة سكر من العشق مع الإله. يعني شوفوا مدى البراعة، ما سابتش حاجة، سوق النحاسين، سوق السجاد، كل الأسواق في القاهرة بقت بتكتبها يا جماعة تقروها وانتوا كأنكم متعايشين معاها بالظبط. وبتبدأ توصف بقى الرحلة ان هم خدوا فلوكة من هناك لحد أبو سمبل. طبعا ما كانش فيه بقى السد العالي ساعتها ولا حاجة من دي خالص، فخدوا الفلوكة واتفقوا على انهم ياخدوا الرحلة لغاية ابو سمبل. وبتبدأ توصف في كل المدن اللي سواء من البدرشين سواء من سوهاج اخميم الاقصر اسوان كل المعابد، وبتيجي عند معبد ابو سمبل وبتسجل وبتعرف الناس اللي ما كانتش عارفة تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد أبو سمبل. إيميليا إدواردز بتكتب هنا في حاجة ملاحظة كمان، مدى الجمال الأدبي اللي هي بتبينه، مش بتتكلم هنا كأثري بس، لأ هنا بتتكلم كأثري وكأديب في نفس الوقت، عن النقوش اللي بتشوفها في معبد رمسيس الثاني هناك ومع حبيبته ومعشوقة رمسيس الثاني الملكة نيفرتاري. نيفرتاري طبعا دي يعني حبيبة قلبه. بتقول لك ما سابش رمسيس الثاني ما سابش حدث ولا موقف الا لما اتكلم عنه وقرن اسمه باسمها. ما ينفعش رمسيس الثاني يتكتب على الاعمده غير لما نفرتاري تتكتب معاه. شوفوا في الحضاره المصريه القديمه وهو الملك العظيم اللي ما كان بيعشق زوجته ازاي ومخلدها في التاريخ ازاي. ده ناهيك طبعا عن المقبره الرائعه اللي اتكلمت عنها قبل كده في فيديو برضه عن مقبره نفرتاري. الكتاب موثق توثيق فوق الرائع. بنصحكم فعلا لو عايزين تحسوا بجمال من غير ما تشوفوا، بجمال تعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني، عندكم كتاب الرائعة العظيمة إيميليا إدواردز اللي هي فعلا كانت سبب لحد النهاردة في مبيعات كبيرة للكتاب دوت. بنصحكم فعلا بالكتاب، مش عايز ان انا اسرد لكم تفاصيل عشان ما اضيع لكمش متعة الجمال. ان شاء الله 22 فبراير ان شاء الله لو لي عمر، لو ربنا كاتب لي عمر ان شاء الله هنتفرج مع بعض بإذن الله على، ويا رب إن شاء الله ما تكسبش، على المعبد، وهكون مصوره بنفسي. حابب إن أنا أعرف رأيكم. إن إحنا نقطة الأخيرة، إن إحنا عندنا القدماء المصريين برعوا في النقطة دي، هل من وجهة نظرك تعامد الشمس يوم 22 أكتوبر و 22 فبراير كان بمحض الصدفة ولا هو من براعة القدماء المصريين؟ أتمنى المعلومات البسيطة عن الكاتبة الرائعة اللي كان واجب علينا أن احنا نبرز دورها لأنها كانت عاشقة فعلا للحضارة المصرية القديمة وساهمت بشكل كبير في معرفة الحضارة المصرية القديمة وساهمت فعلا بشكل كبير في السياحة في مصر. أتمنى أن المعلومات البسيطة دي تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك على الفيديو، ولو مش مشترك في القناة ما تنساش تدوس سبسكرايب.
سبسكرايب او اشتراك في القناة، واشوفكم على خير. السلام عليكم.